حاجه بقى كويسه جدا في اندونيسيا، وقلت كذا مره فيها قبل كده وانا بعمل فيديوهات عن المولات، وهي المصلى. في اي مكان بيتعمل في اندونيسيا، مكان كبير، مول، يعني هنا في الحمامات الرجالي مثلا، يعني بصوا عاملين حاجات للاطفال كمان. Silakan tempel kartu atau gerakan. السلام عليكم كل مخاطبينا في كل مكان، مصطفى معاكم دايما. موجودين في مكان جديد، مكان مخصص للبراندات، براندات محلية وبراندات عالمية. مكان جديد قريب من المنطقة اللي أنا قاعد فيها، وتقريبا كان بيجهز من السنة اللي فاتت، ودلوقتي خلاص جهز كل حاجة. مكان جميل متنظم، فيه تقريبا كل البراندات اللي أنت عايزها تخطر على بالك. ادي هناك اهو من اول سبورت ستيشن، طبعا غني التعريف، موجود في كل مكان. جولف هاوس، وطبعا عروض بنت لذينه، يعني بالذات في ريبوك عامل خصومات كتير جدا. هحاول ادخل برضو كده واوريكم الدنيا عامله ازاي في بعض المحلات الموجوده جوه. المكان بجد جميل وشيك ومتنظم كويس جدا. وانا اعمل لك يدوب حاجات بسيطه كده، ايه للاطفال، هو ده دي العاده الموجوده اصلا عموما بالنسبه لاندونيسيا. في اغلب الاماكن العامه بيكون سايب شويه حاجات كده، ايه، لالعاب اطفال، تمارين رياضيه للشباب. ده كيدز ستيشن برضو غني التعريف، موجود في كل الاماكن تقريبا. دي معمولة من المكعبات. ده براند نيو بالانس. زي ما قلت تقريبا اغلب البراندات اللي انت تخطر على بالك سواء محلية او عالمية موجودة كلها في المكان ده. انا المنطقة اللي انا قاعد فيها عموما يعني هي فيها مولات كتير، ولكن يعني ما اقدرش اقول عليها بشكل عام مولات برضو ضخمة قوي زي اللي موجودة في جاكرتا او في بعض الاماكن الاخرى. ولكن المكان ده من اول ما فتح عامل ضجة كبيرة، لان زي ما قلت المكان كبير ومتنظم تنظيم كويس جدا، ومتخصص في حاجات معينة زي البراندات، اللبس او الأحذية. ده هنا كونفيرس، ففي مكان واحد انت بتلاقي اللي انت عايزه بالظبط.
مكان والجو عموما النهارده الجو حلو جدا، مفيش شمس، كانت بتمطر النهارده الصبح حاجات بسيطه. وعموما احنا ما زلنا في موسم الامطار اللي احنا موجودين فيه حاليا، ومن يومين يعني المطر تقريبا ما بطلش، يعني يومين ورا بعض ما كانش بيبطل. النهارده شويه ندعت يا دوب حاجات بسيطه كده، وزي ما انتم شايفين مفيش مطر حاليا دلوقتي، بس الجو جميل. ده برضه عنده خصم بيوصل لغايه 30%. انا كنت قلت المعلومه دي قبل كده تقريبا في بعض الفيديوهات عندي، ان هنا في اندونيسيا عندهم ميزه بصراحه، ان هم لما بيكون عن البراند او الستور اللي انت داخل تجيب منه الحاجه، لما بيكون عامل العرض على الاغلب العرض ده بيكون عرض حقيقي بجد، بيكون كاتب لك السعر اللي هو العادي اللي بيبيعه في اي وقت، وانت اللي بتحسب بعد الخصم، حاطط لك 20% 30% 40%، تحسب بقى بعد الخصم هيطلع كام. فدي للمصداقيه بيكون بشكل كويس جدا، عكس يعني بعض المحلات عندنا في منطقتنا العربيه يقول لك خصم في الاخر، هو اصلا ما بيكونش خصم عموما. يعني المكان كبير جدا جدا جدا. انا هحاول بس الاول ممكن ان انا اروح اكل الاول انا وزوجتي، وممكن ادخل لكم داخله كده ايه سريعه في بعض المحلات. المكان في نفس الوقت فوق هتلاقوا فيه روضة المطاعم أو منطقة المطاعم، فكل المحلات اللبس اللي أنت عايزها هتلاقيها موجودة، وفي نفس الوقت فوق لو عايز تستريح شوية تشرب تاكل. ده ليفايز كله عامل خصومات حاليا دلوقتي، أهو عنده خصم بيوصل لغاية 50%. زي ما قلت الخصومات هنا في إندونيسيا خصومات حقيقية بجد، ودي البراندات بجد مش اوتلت كده كده. عموما انت لو عايز تشتري حاجات رخيصة جدا في اندونيسيا في اماكن كتير جدا ارخص من البراند ذات نفسه بكتير، ولكن هنا كمان الميزة في اندونيسيا ان البراند ذات نفسه بيكون عامل خصومات حقيقية توصل ل 50% 70%. بجد يا جماعة المكان كبير جدا، مكان كبير جدا ومتنظم تنظيم بجد خرافي. وهنا ده كمان برضو عامل خصم لغاية 50% أو بيوصل لغاية 50%. مكان كبير كبير كبير، عشان أوريكم كمان أغلب المحلات من جوه كمان هاخد وقت كبير مني، هحاول على قد ما أقدر أوريكم بعض المحلات الأسعار فيها عاملة إزاي. ده هناك برضه انا شايف سكتشر، ممكن ادخل لكم برضه سكتشر اشوف لكم الاسعار هتبقى عامله ازاي. محل كبير هنا سكتشر مقسمينه قرية للرجال ومنطقة للحريم ومنطقة للأطفال. شايف هناك برضو بدن بادي ووركس اللي هو بتاع المستحضرات التجميل،
والعطور المشهورة جدا الأمريكي، وبرضه ستور محل كبير جدا. وجنب على طول فيكتوريا سيكريتس طبعا المنافس الطبيعي. حاجة بقى كويسة جدا في اندونيسيا وقلت كذا مرة فيها قبل كده وانا بعمل فيديوهات عن المولات، وهي المصلى. في اي مكان بيتعمل في اندونيسيا، مكان كبير، مول، حتى اغلب المطاعم المتوسطة والكبيرة بيكون عامل مكان مخصص مخصص للمصلى، ودي حاجة عجباني جدا جدا في اندونيسيا. يعني حتى المطاعم ذات نفسها وهي بتبني المطعم يكون عامل لك لازم جزء كده للمصلى. واغلب المولات اول المناطق الكبيره دايما هتلاقي برضه فيها في غرفه في نفس المنطقه اللي فيها المصلى، غرفه للام اللي بيكون معاها بيبي او حاجه وعايزه تغير. فبجد يعني حاجه راقيه جدا، ودي هتلاقوها في كل اندونيسيا، كل المولات، اي منطقه عرض، اي مطعم كبير. زي ما اتكلمت عن المصلى اللي موجودة في كل مكان ما شاء الله، في حاجة هنا كمان عايز أقولها لكم، يعني أعزكم الله، يعني هنا في الحمامات الرجالي مثلا، يعني بصوا عاملين حاجات للأطفال كمان، حمامات للأطفال دي إندونيسيا. وهنا طبعا لو معاك البيبي بتاعك ده حمام الرجال. اه طبعا دي حاجة بالنسبة لي غريبة، أنا عمري ما شفت بصراحة يعني مكان حمام رجالي بيبقى فيه حمام لأطفال صغيرين كل واحد يخش فيه. يعني بصراحة حاجة تحترم في إندونيسيا، حاجة تحترم، سواء موضوع المصلى، سواء موضوع الأطفال والأوض الخاصة بالحريم لو معاهم بيبيهات، الحاجات دي بتفرق جدا جدا جدا. طيب انا هنا فصلت الصوت الاصلي للفيديو علشان الموسيقى، ودلوقتي دخلنا محل سكتشر، خلينا نشوف الاسعار. طيب هنا بعض المنتجات ده عليه 40%، و خلينا نشوف كده السعر كان بمليون 199 ألف، أصبح 719 ألف، ده طبعا بعد 40%. موديل حلو جدا، 40% خصم برضو، قال كان بمليون 299 أصبح ب779. انت تدخل بقى تشوف الأسعار على الإنترنت بكام الدولار، ده برضو عليه 40%، ده عليه 50% خصم ب749 ألف بعد الخصم. انواع واشكال كتير جدا، محل سكيتشرز هنا محل ضخم، وادي برضو خصومات 839 ألف روبيا. زي ما بقول انت احسب براحتك، شوف على جوجل سعر الدولار بكام اليوم. كل انواع الكوتشيات كلها موجودة في المحل ده ما شاء الله، محل ضخم جدا جدا. ده برضه عليه 40% ب779 ألف و400 روبيا. تشكيلة واسعة وموديلات كتير، بالذات اللون الابيض برضو تشكيلته حلوه جدا. ده عامل كام؟ ده فيه 2 ستيكر، لا اتوقع اللي هو ب400 ألف، ده الستيكر النهائي ب400 ألف، سعر حلو جدا، واتوقع ان انت صعب ان انت تلاقي فايده ولا تانية السعر ده. ده ب400 ألف،
ده 30% خصم، ده ب 769,000 روبية. نخش هنا بقى في خصم 70%، وده عامل 479,700 روبية. سعر حلو جدا زي ما بقول، يعني صعب جدا تلاقي نفس السعر ده جديد في نفس المحل البراند بتاع سكتشرز بالسعر ده في اي دولة تانية. كوتشي بصراحة موديل حلو جدا جميل. انا عموما يعني بحب سكتشرز وعندي بالفعل، بس ادمو طبعا خاماته حلوة وبيستحمل بصراحة. يعتبر هو كده يعتبر نبذة سريعة. محل كبير وفي نفس الوقت مش عارف اغطي المحل بالكامل ولا حتى براندات تانية كتير، لكن بس اوريكو بشكل عام الاسعار عاملة ازاي. وهنا في خصومات في سكيتشرز بتبدأ من 30% لغاية وصولا ب 70%. هي دي اندونيسيا في الملابس والاحذية، بصراحة ما فيش اي دولة على مستوى العالم تضاهيها. ده هنا بقى اغلب المكان اصلا مخصص للحريم، يعني اغلب المكان هنا كله حريمي كتير اوي. اغلب البراندات حتى كل ما تقول اي براند قسم الحريمي اكتر بكتير جدا جدا من قسم الرجالي. ده صندل حريمي وعامل 479,400. انا عندي صندل رجالي مريح جدا بس مختلف في الشكل طبعا، فالصنادل هنا برضه اتوقع انها مريحة جدا. هنا برضه هتلاقوا صنادل تانية مختلفة، والصندل ده عامل 899,000 روبية. المكان زي ما قلت كبير جدا، فيه كل حاجة انت عايزها، شنط، ملابس، أحذية، صنادل. انت في اندونيسيا عموما ما تحملش هم الملابس، انت بس تعالى تسوق واشتري. بس طبعا اعمل حسابك في المطار على حسب دولتك، هل في جمارك بتدفع على كل الأشياء اللي هتشتريها ولا لأ. لكن بصراحة هنا في اندونيسيا زي ما بقول ما تعملش هم الملابس. هنا بقى دخلنا محل ريبوك، خلينا نشوف الأسعار هتبقى عاملة ازاي. هنا بقى الحتة دي حتة جميلة جدا والله، حتة جميلة وعاملة كام؟ 349,500. سعرها حلو جدا. ودي الحاجة التانية شايف 400,000، برضه 400,000 تانية فوق. الأسعار هنا يعتبر بتبدأ من 350,000 لغاية فوق. جميع الموديلات اللي انت عايزها كلها موجودة، والرينج زي ما بقول من اول قول 350,000 روبية وانت طالع، ده 559,000. ايه تاني؟ خش على دي 449,500، ما دي تقريبا زي اللي تحت. تقريبا هي زيها، في اشكال وانواع كتير جدا. وادي حتة تانية كمان عاملة كام؟ 400,000 روبية. 400 هنا تعتبر كتير، 400,000 خصومات كبيرة جدا. أغلب البراندات عموما عاملة خصومات كتير في إندونيسيا، بس هنا ريبوك برضه عامل أسعار حلوة جدا، ده يمكن أرخص كمان من سكيتشرز.
وادي دي هنا عاملة 50%، هيبقى سعرها عامل كام بعد الخصم؟ 449 ألف. يعني حتة جميلة جدا برضو. ودي 70% عاملة كام؟ 299 ألف وسبعمية. بجد سعر يعني خرافي. يعني أنا بجد أتحدى أي حد هيجيب لي السعر ده في أي دولة تانية من الريبوك، داخل الريبوك الستور ذات نفسه. 299 ألف روبية. اعذروني ان انا فاصل الصوت الوصل بتاع الفيديو علشان الموسيقى عالية جدا، وانتوا عارفين ده هيكون عليه حقوق، فطبيعي لازم افصل الموسيقى. يعني بصوا، حتى عاملين حاجات للأطفال. بصوا دي عاملة كام؟ 300 ألف روبية. أشكال وأنواع كتير، وده زي ما بقول عشان كمية المصانع اللي فاتحة داخل إندونيسيا، فطبيعي الأسعار لازم تكون رخيصة. بصوا يا جماعه، يعني انا مش هعرف ادخل طبعا براند براند موجود هنا، ومش هعرف اصور لكم في كل براند كل ايتم وكل حاجه، لكن انا بوريكم بس نبذه عامه عن اندونيسيا عامله ازاي في الاسعار. انا تقريبا اغلب لبسي اخر كام سنه كله تقريبا من اندونيسيا، يعني بجد عشان كميه سمولت، كميه المصانع اللي فاتحه هنا في اندونيسيا للملابس كميه ضخمه جدا، مصانع امريكيه، مصانع اليابانيه، في توكيلات هنا يابانيه مشهوره جدا بتعمل لبس بجد مستوى عالي جدا، فعشان كميه المصانع موجوده هنا فطبيعي ان انت تلاقي السعر مختلف. يعني انا اتوقع وبحلف بجد، انا عمري ما شفت الاسعار دي في حياتي في اي دوله رحتها. يعني كنت عايش في الكويت، عايش في دبي، طبعا انا مصري كنت موجود في مصر. لا، الاسعار دي لا يمكن هتلاقيها في اي حته ثانيه، لا يمكن. 200000 روبيه و300000 روبيه و400000 روبيه، ومن جوه الستور ذات نفسه بتاع البراند. انا ما بتكلمش بقى على واحد واخد توكيل او زي الـ 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 زي مثلا سبورت ستيشن اللي هو المحلات الرياضيه اللي واخده كذا توكيل او بتبيع حاجات خاصه للتوكيلات. لا، ده مكانك على البراند ذات نفسه، الستور ذات نفسه الاسعار فيها غريبه. 300000 روبيه، 400000 روبيه، 500000 روبيه. فالاسعار دي انا اتوقع لا يمكن هتلاقيها في اي مكان تاني، اوريجينال من البراند ذات نفسه مش تقليد. فبالكوا هنا بقى سوق التقليد اصلا في اندونيسيا سوق كبير جدا، يعني ممكن اعمل له حلقه تانيه، له اسواقه كده كتير بالذات في جاكرتا. لو كان في وقت ان شاء الله ممكن اعمل لكم سوق جوله كده في الحاجات المضروبه والتقليد هنا بقى، ما اكثرها برضو في اندونيسيا.
وبروكس التراب، بروكس التراب فعليا. لكن انا بكلمكم على التوكيلات ذات نفسها، انت الستور ذات نفسه بتاع التوكيل، انت بتخش وشفت الاسعار عامله ازاي. انا شاري قبل كده برضو شنطه من ديادورا، توكيل ديادورا ذات نفسه، الشنطه كانت عامله مش عارف كام، 60,000 روبيه او 50,000 روبيه. فالتوكيلات هنا ما شاء الله بجد، يعني اندونيسيا يعني بجد بتتمتع بحاجه غريبه، يمكن زي ما بقول عشان المصانع، كميه المصانع اللي فاتحه هنا في اندونيسيا، فهي دي اللي مرخصه الاسعار كل البراندات عموما. فاندونيسيا فرصه حلوه جدا اللي عايز يجي يتسوق، بالذات تشتري ملابس، وتعمل بقى حسابك ان انت وانت هترجع في المطار هتدفع تمن بقى الحاجات دي لو في زيادات عندك في الوزن او حاجه. لكن انا بالنسبه لي بصراحه اندونيسيا في اللبس انا شايف رقم واحد بصراحه، سواء في اللبس الاوريجينال المستوى الموجود فيه والخامات والرخص الموجود فيه، او حتى اللبس المقلد والتقاليد والاسواق الموجوده كتير جدا في اندونيسيا في الحوار ده. بشكل عام المكان جميل جدا، اكيد ممكن تلاقيه في اي مدن تانية داخل اندونيسيا المكان ده اللي هو اسمه جراند اوتلت. فانا قلت برضو ايه اشير لكم حاجه وانا خارج بالمره. انا مش من عادتي زي ما بقول افتح الكاميرا واعمل فلوجات، بس بلاقي حاجه حلوه بفتح الفيديو واعمل الفيديو اشاركه معاكم فيه، او اشارك الفيديو معاكم. فاتمنى يكون الفيديو عجبكم. المكان ده ممكن احط لكم في وصف الفيديو اللينك او اللوكيشن بتاع المكان ده، اسمه جراند اوتلت، موجود في مدينه كاراوانج. وكاراوانج هي تعتبر مدينه صناعيه، مدينه كبيره جدا. يلا بس كده نقفل الفيديو، وقبل ما نقول سلام عليكم بعد اذنكم للي بيتفرج عليا ومش مشترك، مش هتخسر حاجه لو اشتركت، مش هتخسر حاجه سواء حبيت الفيديوهات بتاعتي ما حبيتهاش، ما انت بتتفرج يعني. وللي بيحبني وحابب الفيديوهات بتاعتي يا ريت تدي لايك وشير، ويلا هنا نقول سلام عليكم.